فأذروا فوق ذنبه وسوق الأسر السعير إن الذين يشعون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم وجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من السماء أن يصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم وكيف كان أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبيض ما يبصرهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى لا يحبون العاجلة يدرون وراءهم يوما ثقيلا لهم خلقنا وسددنا يسرها وإذا سرنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات يسوفا والناشرات نسرا فالفارقات فرقا فالمجيات ذكرا أجرا أو مدرا إنما توعدون الواقع وإذا النجوم طمسا وإذا السماء فريا وإذا الجبال نصفا وإذا الرسل أكدا لأي يوم أجلت ليوم الفاصل وما أدراك ما يوم الفاصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين فذلك نفعل بالله الرحيم إذا زلزلت الأرض بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يسأل الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى لا إله إلا الله وإلى الخيرات كل يتريد وإماما في فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزاره وكالاه وسلم من قوم الدين وابدو بالسلام والعافية من أمات محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل وبلغ واسر سواب مقرنا ومهلنا ومسبحنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هدية واسلة ورمة نازلة ومن ساملة وقال الإيدي سنة خاضر الجمع أنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والجمع أولياء الشهداء والأنبياء والصالحين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته acarane dilanjut hajatan pemirsa ini harus disiapkan kabe tapi nanti hajatan jadi tuh matanya sakit satu acana nyata kan sini kamu ya nanti sini deh aman ya oke ketemu cemilan ya cemilan ya jamolan, bakwan, mendoan, terus minum teh. Teh dan air putih. Ayo sen oburi lagi do nyiapke mak mana ya, lagi do nyiapke mak mana. Ini panganannya salah orang matang kok. Tah duwi yang ngetangat di betul. Kamu tuh kondek ini pirang lose. Sing iki sedhek mah. Selawe. Ku selawe.
Lagi piro ini? Awas ditotol koceng. Iya. Lho, tak tukar hijau, kucing. Buka lamanya tuh, Pak Cik. Wah, kayak Mas Faisal ya, kena dikongkon ya ini. Berarti nomor satu belum paham belum memang. Belum paham belum belajar. Lorong loh om. Aku sudah. Ginem, buahmu. Mas benar tau ginem tau gue tau. Aduh, satu. Wah, oh. Belum punya, Mbak. Aku sudah ikut. Ya. Nah, di saya sergup mangkat tuh. Entak le, isle, anu kau neh, wes tutup sek, tengkem sek, tengkem sek, tengkem sek. Acara kajian ini dimulai pemirsa. Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina langsung lorong, ini mas mau kau, ini mas.
Ini menduane bibak wane gen gilawo. Halo. Halo. Ibe pocokan barang Mas Agung dari Australia. Ira Mas Agung. Anak-anak aja riwariwi. Iki anak-anak iki lho riwariwi ambil mboke. Wes. Krono. Pinter Mas Musa. Mas calon nganten sing sregep Mas calon nganten. Eh. Wah, sama. Lawoe iki lawoe gitu dewe. Gitu sing arang-arang sing tak iki engko wis Mas. Tadi ra ping krono. Alhamdulillah kasih ada kerampungan pemeriksaan. Sekarang udah